حضراتكم دولة قوية معناها انك انت بتصدر اكتر ما بتستورد غذاء او صناعة، بغض النظر عن الدول طبعا الغنية اللي عندها بترول ونفط وحاجات كده يعني، بس انا بتكلم بشكل عام الدول القوية دايما عندها تصنيع، عندها زراعة يعني بتأكل نفسها، وعندها تصدير اكتر ما بتستورد. لازم يبقى عندها غاز كفاية وده مصر عملته، يبقى عندها كهرباء زيادة وكفاية وده مصر لعبت عليه دور كبير جدا في الفترة اللي فاتت، يكون عندها مواني عشان تصدر، عشان يبقى عندك مراكب كبيرة تشيل بضائع اكتر وتصدر اكتر. معناها انك انت يبقى عندك ربط ما بين المواني بسكك الحديد عشان تنقل بسرعة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في من حوالي 24 ساعة كان في دمياط، شهد تصدير العديد من المنتجات في ميناء دمياط، منها منتجات زراعية طازة. معناها ايه طازة؟ معناها انك انت عشان تتنقل للمواني لازم تتنقل بسرعة، يعني طرق يبقى احسن، يبقى عندك سكك حديد افضل، ما عندكش حضرتك عربيات نقل بتعمل حوادث مع الملاكي، ما توقفش حضرتك في الاشارة لمدة 4 ساعات. دكتور اللي مشرفني في الاستوديو هنتكلم عن أهمية المواني وتطوير المواني أكثر وأكثر مع ضيف اللي منورني في الاستوديو سيادة الوزير المفاوض الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمم المتحدة. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب ووحشتنا. مساء النور، وكل سنة وانت طيب والسادة المشاهدين بخير، ودايما نلتقي في خير ونناقش الخير لمصر ونناقش الخير لبلدنا. المستقبل قدامنا، عايزين نطلع الطاقات الكامنة في المجتمع المصري وهي متعددة، والمقدمة بتاعتك كانت جميلة. ربنا يخليك يا فندم، دايما بتنورنا حضرتك. انا عايز تعليق صغير على كلمة ايه، الدول القوية هي اللي بتصدر وبتصنع وبتزرع مش اللي بتستورد كل حاجة في حياتها. الدول القوية هي من تحسن استغلال الثروات المتوفرة لديها، سواء كانت هذه الثروات طبيعية أم بشرية أو موقع عبقري زي موقع مصر. وبالتالي الفيصل في الحكم على قوة الدولة هو حشد مواردها وسبل استغلال هذه الطاقات بشكل نموذجي. بنعمل ماكسمايزيشن لاستغلال الطاقات المتوفرة لدينا، هذه واحدة. النقطة الثانية، الدولة القوية يختلف مفهومها من وقت للتاني. زمان اللي كان عندها ذهب وكان عندها ثروات طبيعية، بعد كده اللي كان عندها قوة عسكرية، بعد كده اللي كان دلوقتي اللي بتقدر تصدر أكتر مما تستورد، بعد كده اللي عندها جهاز إنتاجي مرن، ودلوقتي حضرتك وصلنا لمرحلة الاي تي، وقربنا نعدي مرحلة الاي تي أو تكنولوجيا المعلومات إلى حاجة جديدة ظهرت عام 2016 وهي الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كما يقول مفكرينا والساسة بتوعنا بيقولوا أن أهمية الذكاء الاصطناعي للبشرية في الوقت الراهن يتماثل مع اكتشاف النار للبشرية منذ آلاف السنين، أيام الكهف. فهذه واحدة. النقطة الثانية، في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة كانت في الغرب، وتميز بها الغرب عن باقي الدول، مع بعض الدول المتناثرة زي اليابان وغيرها. ولكن حضرتك هناك محاولة من القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسيطر بشكل ما على مقدرات الأمور في العالم، أن تتميز في الذكاء الاصطناعي. لدرجة إحنا أولادنا شبابنا اللي هم بيحفروا في الصخر واللي هم متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي بيقولوا بمنتهى الصراحة، ما نعلمه عن الذكاء الاصطناعي شيء وما هو متوفر في دول الغرب شيء آخر، لأن الشركات الخمس الكبرى المسيطرة على الذكاء الاصطناعي كلها غربية، ويوجد استثناء وحيد الصين.
هذا هو الاستثناء الوحيد ان هي بدات تتقدم في موضوع الذكاء الاصطناعي وبدات تناطح الولايات المتحده الامريكيه والقوى الغربيه بالدرجه ان سياسات الغرب كما هو معلوم سياسات الاحتواء، الاحتواء ما نفعش مع الصين، فبالتالي الاحتواء الغربي للصين الان بالعداء المباشر. ولكن هناك انواع اخرى من الاحتواء اسمه الاحتواء بالتنميه الاقتصاديه والتعاون الاقتصادي، وهذا هو ما يتم مع الهند. وهناك نوع ثالث من الاحتواء اسمه الاحتواء بالمساعدات، وهذا يتم مع دول اخرى. وهناك يعني انواع عديده من الاحتواءات التي يحاول الغرب ان يلعبها بحيث انه يمد اجل الحضارة الغربية ويمد أجل سيطرته على العالم، ولكن هيهات إذا عجلة التاريخ بدأت فلا يقف أمامها أحد. بدون قطع كلامك، أنا النهاردة بس في نفس الإطار اللي حضرتك بتتكلم فيه أو الخبر أنا قريته النهاردة، أنه الأول مرة في تجربة حضراتكم الـF-16 في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم مناورة ما بين طيارة بالعقل الصناعي أو الذكاء الاصطناعي وبين يعني هي الطيار بتاع الطيارة دي الذكاء الاصطناعي، والطيار بتاع الطياره دي برضو الاف 16 انسان وصراع ما بينهم حضرتك ومين اللي هيكسب. انا بس يعني مظبوط حضرتك في نفس الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه. سيادتك الولايات المتحده الامريكيه بدات جديا في ان هي تحط برامج الذكاء الاصطناعي على الاف 16 والاف 35 بحيث يقودها الذكاء الاصطناعي ولا يقودها الانسان، فده تطور نوعي في سبل الحرب. النقطة الثانية حضرتك، هل هو ذكاء من الغرب أن يستغل جيدا الذكاء الاصطناعي نظرا لأن القوى البشرية عنده أصبحت محدودة وهناك معدلات النمو بالسالب؟ ده لو قلنا أيوة فهو ذكاء من ناحية الغرب لكي يستغل ما هو متاح إيديه، وقلنا الدولة القوية هي من تحسن استغلال الثروات المتوفرة إليه. أحب أقول لحضرتك بمنتهى الوضوح وطبقا للقراءات اللي احنا بنتابعها مع التطورات العالمية أن الذكاء الاصطناعي هو التحدي الأكبر لكافة الدول لكي تلحق به، ومصر في القلب من هذا الموضوع. يعني إيه حضرتك؟ بمنتهى البساطة كده بنقول أن الذكاء الاصطناعي فيه أهميته للدول مثل الأمن القومي لأي دولة مصرية، وبالتالي إحنا يجب أن إحنا نعمل حاضنات أعمال للذكاء الاصطناعي. يجب أننا أبحث عن الشاب المصري، وعندنا ميزة والحمد لله أن الشاب المصري من أذكى الشباب على مستوى العالم، فهذه ميزة أتيحت لنا بعد طول عناء. إحنا في الفترة اللي فاتت أو في القرن الأخير أو المئة سنة الأخيرة كانت التنمية تعتمد على الصناعة ورأس المال، احنا كان عندنا القليل من هذه الموارد. دلوقتي التحدي المستقبلي للعالم هو الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الإنسان، واحنا 60% مجتمع شاب، وبالتالي ولله الحمد منذ سنين عديدة يتوافر لدينا العنصر الذي يساعدنا على التقدم وأن تأخذ مصر مكانها الطبيعي. أؤكد على كلام حضرتك، والدولة المصرية حاليا هي ماشية في ثلاث مسارات. الجزء الخاص بحضرتك اللي انت ذكرته اللي هو التكنولوجيا، تمام، في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وأكيد الذكاء الاصطناعي، وماشية في الاتجاه الخاص بزيادة الرقعة الزراعية، تمام، وزيادة التصنيع، تمام، ان احنا نصنع، ان احنا نبقى عندنا امكانية انك انت تصنع المنتجات عشان تقدر تصدرها وتجيب عملة صعبة مش تفقد العملة الصعبة في الاستيراد. واتفق معكم وازيدك من البيت شعرا ان مصر رغم الصعوبات خلال العشر سنوات الماضية هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط بل في العالم كله التي استطاعت ان هي تنفذ هدفين متناقضتين، هدف تحقيق الأمن القومي بالقضاء تماما على على الإرهاب، وفي نفس الوقت إحداث تنمية اقتصادية وليس نمو اقتصادي. وشتان الفرق بينهما، أنفقنا 10 تريليون جنيه مصري على البنية التحتية ونطالب الحكومة بإنفاق المزيد، لأن البنية التحتية حضرتك هي اللي عملت لك العالمين الجديدة، وهي اللي جابت لك راس الحكمه، وهي دلوقتي الناس بتجري دلوقتي المستثمرين الاجانب على راس جميله، وهي برضو اللي جذبت
الصينيين انه يطالبوا سيادتك انهم عايزين منطقة في الساحل الشمالي لكي يقيم عليها منطقة صناعية جديدة. هم عندهم منطقة صناعية في العين السخنة، عايزين واحدة فين؟ فوق عند البحر الابيض المتوسط. ليه؟ لكي تكون قريبة من اوروبا والغرب. هو ذكاء من الصينيين، واحنا اذكياء برضه، فبالتالي هم بيبلعونا الطعم واحنا بنقبله بس بطريقتنا احنا. وهذا الاستثمار في توقعات ان هو قد يفوق استثمار راس الحكمه. عظيم. ليه حضرتك هم بيعملوا كده الصينيين؟ لان فيه زي ما قلنا الغرب بيحتوي بالعداء مع الصين، هي عايزه تطلع من هذا من القوقعه اللي هم بيحاولوا يفرضوها عليها، انها تستثمر في دول. واهم دوله دلوقتي في المنطقه قريبه من الغرب مصر. مصر اللي فيها البنيه التحتيه، مصر اللي فيها القوه البشريه، مصر هي التي تتوازن في سياسه الخارجيه، لا نعادي احد بل نطلب تحقيق مصالحنا للمواطن المصري البسيط. صحيح، ده صحيح فعلا. طيب فسر لي بعد اذن حضرتك اهميه، مش في مصر بس، اي دوله في العالم انها تهتم بالمواني، اذا كان مواني بريه او بحريه او جويه. شوف يا سيدي الفاضل، المطار الجوي هو عنوان بلدك، الباسبور بتاعك، والميناء هو عنوان الاقتصاد بلدك. إذا كان الميناء يتمتع بأدواته التي تساعد على سرعة الإفراج عن الواردات وسرعة التصدير، فهو يبين أن هذا الاقتصاد اقتصاد ناشئ وقابل للتطوير ويمكن الاستثمار فيه. يبقى إذن حضرتك ما هي أهداف تنمية المواني المصرية؟ طيب عشان بس الموضوع ده في عجالة سريعة نقول احنا عندنا كم نوع من المواني؟ عندنا مواني بحرية، وعندنا مواني جافة، وعندنا ممرات لوجستية واخد بال حضرتك بيخدمها نقل نهري داخلي وسكك حديد وطرق. يبقى بالتالي الكلام اللي سيادتك قلته في الأول أن الميناء بيحتاج طرق، الميناء بيحتاج سكة حديد، الميناء بيحتاج تشريع، لأن النقطة دي هامة جدا. إن لم تكن القوانين المصرية سهلة ويمكن التعامل معها في الإفراج عن الواردات وأيضا في سرعة التصدير كان هيعمل لنا مشاكل. لا تنسى أن المواني مش مجرد صادرات وواردات، ده المواني حضرتك ممكن تجذب لك سياحة اليخوت. صحيح. اللي احنا من ثلاث شهور كنا اتكلمنا فيها واتكلم فيها دولة رئيس الوزراء وقال ايه؟ ما يطبق عالميا هنطبقه عندنا في الداخل، لان اليخت قبل كده كان بياخد يومين وثلاثة، عندنا بياخد 40 من 40 ل 60 دقيقة عشان يدخل عندنا الميناء. فبالتالي هذا هو نوع من انواع سياحة الخدمات، مش اليخوت، سياحة اليخوت المراكب نفسها اللي هي الفنادق العائمة اللي بتمر في البحر المتوسط ولا في الأطلنطي ولا في أطلس، تقدر تركن عندك أو ترسو عندك البواخر، هذه البواخر الضخمة جدا، فلازم تحدث من المواني عندك. اوريدي تم ذلك. يبقى احنا حضرتك عملنا تطوير البنية ايه التشريعية، وهذا التكامل. لم نعد نعيش في جزر منعزلة كما كان يحدث في الماضي، لا دلوقتي أصبحنا في تكامل ما بين كافة الجهات لكي يتم تحقيق الهدف وهو التنمية الاقتصادية. طيب حضرتك احنا عندنا كم مينا؟ عندنا بحري الان 18. برافو عليك. عندنا 11 بحر الاحمر وسبعه في البحر الابيض المتوسط. كان عندنا حضرتك، بدون قطع كلامك انا اسف، بس ندي معلومات برضو للمواطن ممكن يكون مش عنده. كان عندنا في 2014 15 ميناء، دلوقتي احنا وصلنا ل 18، وباذن الله تعالى بنستكمل تطوير باقي المواني. باذن الله تخلص تماما في 2030. ممكن استاذن حضرتك في اقل من 30 ثانية؟ اتفضل. عندنا حضرتك على المواني البحر، البحر الاحمر، ميناء برنيس، ميناء سفاجة، ميناء الغردقة، ميناء السخنة، ميناء الادبية، ميناء الزيتيات، ميناء السويس، ميناء الطور، ميناء شرم الشيخ، ميناء نويبع، ميناء طابة. عندنا على البحر المتوسط ميناء العريش، ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء دمياط، ميناء ابو قير، ميناء اسكندريه الكبير، ميناء جرجوب، ميناء المكس، ده جاري انشاء اللي هو ميناء المكس. طيب كويس، كلام جميل. عندنا كم ميناء جافه وممر؟ 30. 30 ممر لوجستي وميناء جاف. طيب يمكن المشاهد عايز ايه الميناء الجاف؟ الميناء الجاف هو زي الميناء البحري بس يقع جوه، ما يقعش، لا يقع على البحر. طب اهميته ايه؟ ان انا حضرتك
كل لو عندي واردات بدل ما اكدس هذه الواردات والكونتينرز في مساحه الميناء محدوده تمام. لا ده انا باخدها واعمل واخزنها عندي في الميناء الجاف، ويبقى سبل الافراج في الميناء الجاف بتكون اسرع، يبقى انا بالتالي افرغت مساحات، لان ما يكونش عندي فيه تكدس في المواني. نمره اتنين برضو الصادرات. الصادرات زي ما حضرتك تفضلت ان احنا عندنا سلع طازجه بيتم تصديرها لاوروبا من خلال اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه. طيب حضرتك احنا اهدافنا ايه؟ اهداف مصر ايه من تطوير المباني والنقل البري؟ نمره واحد حضرتك التوازن بين سبل النقل بكل أنواعها، سكك حديد، نقل نهري، نقل بحري. النقطة الثانية يا فندم تسهيل إجراءات اللي هو التصدير، وهو الهدف الأساسي لأي دولة، عشان أزود الحصول مصر على العملات الحرة، عشان ما نقعش في مطب مرة أخرى من الشح من العملات الحرة. النقطة الثالثة حضرتك إن المينا ليس فقط وسيلة للتصدير والاستيراد فقط، ولكن هو حاجة لوجستية. ده انت ممكن حضرتك خدمة السفن العابرة تكون عندي في المواني بتاعتي، وخاصة في مدخل قناة السويس سواء الشمالي او الجنوبي، وبالتالي تتعدد اهمية الميناء طبقا لادارتك ليها. طيب لماذا تلجأ الدول الى شركات أجنبية أيوة. أو شركات عالمية أيوة. في إدارة المواني صحيح. دي نقطة هامة جدا حضرتك. أنا كنت حاسس السؤال ده المواني حضرتك هي بتقع على البحار سواء كان أو المحيطات. النقطة الثانية يا فندم إن المواني حضرتك هي الوجهة بتاعتك اللي بينافسك فيها العديد. يعني انت طالما عندك ميناء يبقى انا اقول مدى منافسة ميناء اسكندرية لإكس من المواني سواء سنغافورة او جبل عالي او اي حاجة، وبالتالي خرجت الميناء بتخرجك من العباءة المحلية الى العباءة الدولية، وبالتالي حضرتك ادواتك في ادارة المواني يجب ان تكون عالمية ان اردت ان تكون منافسا وتعظم الموارد اللي انت بتديرها. خبره وبالتالي حضرتك اكيد في هذا المجال. وبالتالي حضرتك انا لما بحب اطور اداء اي فريق حتى في كره القدم عشان تبقى سهل انا بجيب خبير اجنبي. واخد بال حضرتك النقطه الثانيه؟ تم انا طالما اتفقنا ان المواني بتنقل من المحليه للعالميه يبقى لازم اجيب خبره عالميه انها تدير. اهم نقطه انا وأطالب بها الحكومة المصرية إن هي مع الخبرة العالمية يجب إن أنا يكون عندي تيم من شباب مصر المتخصصين في إدارة المواني يتعلم من الخبير الأجنبي طبعاً. ويكون طبعاً. استقدام خبرة أجنبية لإدارة أي ميناء بحري أو جوي مشترط بوقت معين أستطيع فيه نقل الخبرة من الأجنبي إلى المصري. هذا هو التحدي الأساسي الذي يجب أن يكون عندي في إدارة الموارد زي نقل التكنولوجيا في أي صناعة برضو. بالتأكيد يا فندم أنك بالتأكيد. أنت أكيد هما بييجوا عشان بينقلك التكنولوجيا والتقدم العلمي في أي صناعة فأنت برضو أنت أوريدي عندك مهندسين ومهندسات مصريات بتشتغل في هذا المجال بتنقل إليهم هذه الخبرة، وده اللي عمله. ما احنا هنستفيد من دروس التجارب التنموية، ده اللي اتعمل في معظم الدول، أن الناس جات الخبراء الدول عملت كوبي من خبراتهم وطوروها. يبقى بالتالي حضرتك أنا عندي التحدي الثاني، يعني مش مجرد نقل الخبرة، التحدي الثاني يا فندم يجب أن يكون في تطوير هذه التكنولوجي أو هذه الخبرة بما يتماشى مع الواقع المصري، وأيضا بما يمكنني من المنافسة الدولية أو المنافسة الإقليمية. ده هام جدا، يجب أن يكون متخذ القرار في الفيجن بتاعه عنده النقطتين دول، هنقل خبرة للشاب المصري، نمرة اتنين أنا مش هنقله خبرة واسيبه، لا أنا هنقله الخبرة حضرتك وأقول له لازم تطور فيها طبقا لاحتياجاتي أنا كاقتصاد مصر. النقطة الثالثة يا فندم يجب الحفاظ على الجواهر المصرية. أقصد بالجواهر المصرية الشاب المصري الذكي المدرب القادر على القيادة، هو ده أحسن جوهرة في الدنيا دلوقتي في العالم كله مش في مصر بس. يبقى أنا حضرتك لما درب شاب زي الأستاذ أشرف كده ما ياخدش خبرة ويمشي، لا ده معظم الدول بتحط restrictions قيود، هدربك يبقى لازم تقعد معايا على الأقل 10 سنين. طب أنت عايز تسيبني؟ والله بقى ادفع
فرق التكاليف التدريب، وده بيتم في كل الدول. وده للاسف بيحصل. هل ده فعلا بيحصل انك انت بتدرب شباب وبتاهلهم ان هم يبقوا حاجه عالميه ففي الاخر بيطلع ويسيبك؟ في احيان كثيره بيحدث ذلك يا فندم، والشركات الاجنبيه عينها على الشاب المصري. طبعا يا فندم انا اقول لحضرتك حاجه، احنا لا نذيع سرا، من يدير امازون هذا العملاق الكبير العالمي الكبير؟ شباب مصريين. دلوقتي بدأنا مصر ثالث دولة على مستوى العالم في خدمات التعهيد، في ايه حضرتك؟ في خدمات الاي تي. وبالتالي حضرتك نحن نسير بخطوات جيدة نحو المنافسة العالمية في مجال الاي تي والاي اي. الحقيقة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا بتعمل جهد كبير. زمان حضرتك كان عندنا قرية ذكية واحدة بس، فين؟ اكتوبر. نعم. دلوقتي عندك كام؟ عندي 27 مركز تكنولوجي في مستوى جميع محافظات مصر. هل ده كفايه؟ لا مش كفايه. زي ما بنقول ونكرر، البنيه التحتيه هي ليست وضع استاتيكي، هو وضع ديناميكي، محتاج انا اطور في هذه البنيه لان العالم بيتطور. وسيادتك والمشاهد الكريم يعلم ان زمان كان الجيل كل 100 سنه او 30 سنه وانخفض ل 10 سنين، دلوقتي تقريبا كل يوم في تطوير. وبالتالي من يطالب بتوقف عن تطوير البنيه التحتيه فهو آثم تجاه بلده. احنا عالم ديناميكي ويجب ان نكون ديناميكيين مثل العالم، ويجب ان نستمر في تطوير البنيه التحتيه لان انت كل عندك يوم جديد. وبالتالي طالما قبلت كمجتمع وكحكومه ان انت تكون منافس فلتقبل بالتحديات، والتحديات كبيره جدا. احنا حضرتك يعني في توقعات ان مصر يبقى ليها مكانه ان شاء الله مميزه خلال الفتره اللي جايه. مصر سياسيا بتلعب دور ايجابي جدا في استتاب السلم والامن في كافه الربوع سواء الشرق الاوسط او عالميا. مصر يعني اصبحت حضرتك يعني واحده يعني من الدول التي تامن جانبها. نقول ما نعني ونعني ما نقول، ما عندناش الدبل ستاندرد وما عندناش التقيه وما عندناش اي حاجه من الحاجات اللي هي ان احنا بنقول شيء ونعمل عكسه. احنا واضحين جدا في السياسه الخارجيه المصريه، بنقول ايه؟ نحن نسعى لتحقيق صالح المواطن المصري، نسعى لان تتبوأ مصر مركزا يناسب حضارتها وثقافتها وتاريخها. تمام. التحديات كثيره سواء كانت هذه التحديات محلية أو إقليمية أو دولية، لكن إحنا آمنا كمجتمع مصري أكبر من هذه التحديات نحقق بعض التقدم. نعم في بعض الأشياء لا نحققها بنفس النسبة، نعم، ولكن هناك إصرار، والإصرار هو اللي بيخليك متفائل. الناس دول ما بتتعبش، الناس دول المشاكل ما بتهدهاش، الناس دول التحديات بيقبلوا بيها، الناس دول رغم مشاكلهم حبهم لمصر أعظم من أي شيء، وهي النعمة الأولى التي حباها الله لمصر والمصريين. حبك لبلدك مهما قابلت من مشاكل، مهما قابلت من تحديات، مهما مرتبك الحقيقي نقص بالمقارنة باحتياجات ولادك، واخد بال حضرتك؟ هذا هو يعني بنسميه حضرتك ايه؟ المكنون الثقافي والتاريخي للشعب المصري. دكتور بدون قطع كلامك، هو في أي دولة في العالم عملت نهضة حقيقية في بلدها وطورت حياة كريمة لشعوبها بدون ما تمر عليها بعض السنوات اللي فيها تعب؟ سنوات العجاف يعني. لا هو طبعا هو في أي دولة يعني نهضة أمريكا، نهضة الصين، نهضة ألمانيا بعد الحروب وإنجلترا، هي أي دولة بقت عظمى أو دولة بقت قوية؟ مش لازم يبقى في بعض السنوات بتبقى فيها نوع من التحدي زي ما حضرتك بتشرح، بيبقى فيها نوع من انك انت تقدر يبقى عندك اصرار على تجاوز هذه التحديات اذا كانت خارجية او داخلية؟ نقطة هامة جدا. الاصرار على التحدي نقطة هامة جدا، ان احنا نقول ان احنا طموحنا بقى كبير، السيلينج او السقف طموحاتنا عالي قوي، وطالما سقف طموحاتك عالي يبقى سقف تحدياتك بقى كبير، بقى حضرتك التبعات اللي عليك كبيرة. وهناك تساؤل، مش عايز أقول سؤال، بقول تساؤل، أنت وأنا والمجتمع المصري وشبابنا قادرين على تحمل تبعات المنافسة العالمية؟ أنا بقابل شباب كتير الحقيقة، لا أولادنا قادرين وعندهم هذه الرغبة. يبقى إذن
أنا محتاج حاضنات أعمال، أنا محتاج حضرتك. الدولة عملت نقلة في زيادة الانتماء والولاء لمصر من خلال أدوات ومبادرات عديدة، منها تنسيق شباب الأحزاب والكلام ده كله. أنا عايز بقى أنقل، بقى أنقل من الجانب السياسي للجانب الاقتصادي، إن أنا أدرب شباب صغير أن يكونوا في المستقبل رجال أعمال. لأن إحنا بعض علماء الاقتصاد في مصر مش في الخارج بيقول لك أحد معاناة الاقتصاد المصري انتشار بعض أنواع الاحتكارات. والاحتكارات ده في احد المفكرين المصريين وهو عضو في الحوار الوطني سواء العام او الاقتصادي الاخير، لن اشير الى الاسم، ولكنه قال ان الاحتكار في مصر يؤدي الى زياده رفع الاسعار بنسبه من 40 الى 50%. واخد بال حضرتك؟ يبقى اي احتكار يبقى مجموعه صغيره. انا دوري كدوله ان انا بكبر عدد رجال الاعمال، بجيب شباب زي الدولة ما بتعمل دلوقتي، بتودي الدبلوماسي ووكيل النيابة ودول بتوديهم الكلية الحربية 3 شهور عشان يتدرب. نفس الشيء أعمله، بتأهله. نفس الشيء أعمله يا فندم، نفس الشيء. تحديات الاقتصاد تفوق كافة أنواع التحديات، ولا يوجد تقدم إلا باقتصاد قوي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، دلوقتي كلنا بنناقش يا فندم، كل الدنيا بتناقش إيه؟ هل الاقتصاد هو قاطرة تحديد القوى العظمى في المستقبل؟ نعم أم لا؟ نعم، الاقتصاد هو القاطرة التي ستحدد من يقود العالم خلال بعد 10 سنين من الآن. بدون قطع كلامك، شايفين قد إيه الصين بتعمل تحدي كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا؟ مظبوط يا فندم. يبقى إذن بتهدد كيانها أساسا. يبقى ممكن نقول إيه؟ هل يكون الاقتصاد أحد العوامل الرئيسية في تغيير النظام العالمي من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد؟ نعم. نمرة اثنين يا فندم، هل في مؤشرات على فكرة لهذا التحول؟ في مؤشرات، في بعض مؤشرات لهذا التحول، إنك أنت تنتقل من القطب الواحد إلى قطبين. هو ده مطلوب. هو برضو في سؤال تاني، إحنا كدولة ناشئة كمصر، عايزين أخصخص الحديث لمصر، هل من مصلحة مصر عالم أحادي القطبية أم ثنائي القطبية؟ ثنائي القطبية طبعا. العالم ثنائي القطبية بيديك فرصة أن أنت تحقق مصالحك في الشرق أو في الغرب، وفي نفس الوقت ثنائية القطبية بتؤدي إلى تنافس بين قطبين لجذب الدول اللي في النص، من يكون معي ومن يكون ضدي. وبالتالي حضرتك هو يعطي هامش حركة للدول الناشئة لكي تحقق طموحاتها. نمرة اثنين يا فندم، أنها بتنهي على سيطرة عملة معينة على الاقتصاد العالمي. نمرة ثلاثة، أي حاجة فيها احتكار دائما تتجه للنزول ودائما بتكون ظالمة. أما التعدد والمنافسة دائما بتأتي بمزايا لكل الأطراف. وده اللي الدور اللي بتقوم بيه مصر في سياساتها الخارجية، إن هي يبقى عندها توازن وعلاقات جيدة مع كل دول العالم، إذا كان القطب أو مش القطب التاني، يعني ايا كان هذه الدوله، لا نتدخل في الشؤون الخارجيه لاي دوله داخليه لاي دوله، ولا نسمح لاحد ان هو يتدخل في شؤوننا الداخليه في جمهوريه مصر العربيه. وهي دي السياسه اللي حضرتك انت يعني بتصب في اللي حضرتك بتقوله. مظبوط حضرتك. والله يعني ايه، دعني في فقره كده يعني دعني اشير اليها لحضرتك. يعني دايما يعني بقول بعد 4 عقود يعني 40 سنه من الجهود الامريكيه لتاسيس نظام دولي احادي القطبيه، نشهد علامات تدهور النظام الدولي المتمركز والمتمحور حول أمريكا وأوروبا ومن تبعهم، وبدأ يترنح حزن النظام ويتصاعد الحوار حول دور الاقتصاد في النظام العالمي الجديد. حضرتك النهاردة بدون قطع كلامك على فكرة لسه قاري النهاردة خبر من وسائل إعلام رسمية في كثير يعني محترمة، يعني أنه أعلنت روسيا والصين بأنهما فيش خلاص تداول تبادل تجاري ما بينهم بالعملة الدولار خلاص. روسيا والصين لسه النهاردة شفت هذا الخبر. ده بالكامل، هما كانوا بدأوا جزئيا. خلي بالك يعني التدرج في اتخاذ إجراءات لتحطيم أحادية القطب بدأوها من فترة، وقبل 24 فبراير 2022 وهو تاريخ الهجوم الروسي على أوكرانيا. من قبل كده كانوا الجانبين بيعدوا. طيب هو في سؤال فلسفي، هل الغرب كان غبيا
في انه يترك روسيا تلتحف بالصين؟ ولا هو كان مقدر قدراته الذاتية انه يستطيع هزيمة دولتين، الاولى عملاق اقتصادي والثاني عملاق نووي، واخد بال حضرتك؟ طيب هو ثقافة الشعب الروسي تميل لآسيا ولا تميل لأوروبا؟ كل دي أسئلة ما كان يجب على الكاوبوي الأمريكي أنه يقع في هذا الخطأ. كان لابد أنه هو يعمل زي ما عمل ريغان في الثمانينات، أنه هو وتاتشر، مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، أنهم احتووا الاتحاد السوفيتي السابق واحتووا جورباتشوف، وبالتالي نجحوا في تفكيك الاتحاد السوفيتي. تمام. وجابوا دمية اسمه يلسن خرب ما بقي لحد عام 2000 لما جاء الرئيس بوتين بدأ يلملم الامبراطورية الروسية مرة أخرى. وبالتالي حضرتك في بعض الأحيان تحدث أخطاء استراتيجية غير يعني غير مقصودة يمكن أن تساعد إلى استتاب الأمن. تمام. أو عدم استتاب الأمن. للأسف أنا بعتقد أن هذا خطأ استراتيجي من الغرب. طيب. تم ارتكابه، لأن بوتين ذات نفسه من فترة قال لهم خدوني معاكم في حلف الناتو، أكتر من كده عايز إيه؟ هم اللي رفضوا. وبالتالي حضرتك أنت لما بتخلق أعداء ليك ممكن تكسب، لكن في معظم الأحيان هتخسر. والخسارة الغربية بنشاهدها اللي بيحدث في أوكرانيا. تمام. وفي نفس الوقت جدية بس واضح أنه هو في استمرارية وشبابية الاقتصاد الصيني وطبعا روسيا. ده روسيا 17 مليون كيلومتر مربع، ده أغنى دولة في العالم في الثروات الطبيعية، أغنى دولة في العالم روسيا في الثروات الطبيعية وقوة نووية. وبالتالي حضرتك هو هذا القطب لما جايز عايز أقول عجلة التاريخ أو أقول هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون في قطب آخر عشان نستطيع أن احنا نتنفس. تمام. الحقيقة الغرب كتم على أنفاس الدول النامية بما فيه الكفاية وكفى عجرفة، وبالتالي إيه نتجه لتحقيق تنمية بلدنا. مما لا شك فيه أن أي تطور عالمي بيأثر على مصر أو بيتأثر على أي دولة في العالم. عشان كده سبت حضرتك يعني تستفيد في هذا الموضوع، هذا الصراع ما بين القطبين. بس خلينا طب نرجع تاني إحنا الهوم وورك بتاعنا بقى. أيوة فندم. يعني هو في عندنا مشاكل القطبين وصراعات كثيرة جدا ما بين الدول العظمى، لكن إحنا علينا واجب، عندنا هوم وورك لازم نكمله، وهو إنك أنت عايز جذب الاستثمار القطاع الخاص، عايز تستمر في انك انت ما يبقاش رجوع لحضرتك السوق السوداء بتاعت الدولار، عايز حضرتك انك انت يبقى في عندك مناطق صناعية اكتر واكتر عشان تصنع عشان تصدر، عايز انك انت زي ما احنا بنهتم دلوقتي بالمواني عشان نقدر نصدر اكتر واكتر. طيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من 24 ساعة تقريبا كان في دمياط، زار عدد من المصانع اللي شغالة في الفعل، إذا كان في مجال الإطارات اللي هو الكاوتش يعني، أو إذا كان الرياضية أو الغذائية أو أهمية أنك أنت الأوريدي موجود عندك تقدر تشجعه أكتر عشان يكبر. هو ده حضرتك بدأ من فترة سياسة ملكية الدولة، ما دي نقطة نتخرج الدولة تتخرج من النشاط الاقتصادي جزئيا ونترك القطاع الخاص. ولكن يا فندم هو بصراحة كده هو السؤال الأساسي، هل القطاع الخاص مستعد لكي يتحمل تبعات تنمية بنسبة 60 أو 65%؟ أنت أصدق هنا القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص اللي بره؟ شوف يا فندم أنا طالما قلت القطاع الخاص يبقى فبالتالي بفتح قوس كبير بقول مصري عربي أجنبي كويس الثلاثة يا فندم. لكن أنا كمصري أتمنى القطاع الخاص المصري طبعا، انا ببقى غيران على بلدي. بس ما يمنعش برضو انا هجادل مع حضرتك، بس ما يمنعش برضو انك انت يبقى عندك جاي لك دولارات من بره. اهلا وسهلا يا مرحبا، يعني مش يا مرحبا في الدولار، ما نقول في حته صغيره لمصر بقى والمصريين يعني لازم أنا طبعا انا على المستوى الشخصي طبعا بحب اشوف رجل اعمال المصري، بحب اشوف استثمارات مصريه، لكن بشجع برضو الاستثمارات العربيه والاستثمارات الاجنبيه. ولكن دي حاجه في النفس بقى، القلب وما يهوى. تمام. وده انا ليس لي عليه ليس لي سلطان على قلبي. مما لا شك فيه انك انت لما يكون المستثمر القطاع الخاص اللي من بره، اذا كان اوروبا اذا كان امريكا اذا كان روسيا اذا كان الصين اذا كان دول عربيه، لما يشوف انك انت المستثمر المصري
أهل بيته هم اللي بيستثمروا وناجحين وبيعملوا مليارات الجنيهات والدولارات أيضا، بحولها للدولار والبنك بيديله الدولار عادي جدا مفيش أي مشاكل، وبيقدر ياخد الدولار ويطلعه بره مصر بشكل طبيعي، كل ده برضو بيجذب المستثمر اللي بره، هو ده القطاع الخاص اللي بره. ماشي يا فندم، ده بنقول إيه؟ أن القطاع الخاص المصري له دور في التنمية الاقتصادية، هذه واحدة، وله دور في جذب الاستثمار الأجنبي نمرة اتنين، وله دور في ان هو يبقى حنين على المستهلك المصري، يبقى ثلاث ادوار كلها ادوار وطنية. يا فندم القطاع الخاص هام جدا، ده هو المراية بتاعتي اللي بتوري للمستثمر الاجنبي ان لا دول المصريين خايفين على بلدهم، وبالتالي هو دور وطني يجب ان يقوم به القطاع الخاص. واحنا مصر على فكرة، مصر من افضل الدول التي شرعت قوانين لتشجيع الاستثمار، من افضل الدول. نمره اتنين، رغم البيروقراطيه. طب ما ليه؟ رغم البيروقراطيه يعني اللي هرد على حضرتك، رغم البيروقراطيه اللي عندنا تعتبر مصر من الدول اللي البيروقراطيه بتاعتها يمكن التعامل معها. كلمه يمكن التعامل معها يعني ايه يا فندم؟ يعني حضرتك انت سيادتك مستثمر اجنبي وانا موظف، لو جيت وضايقتك هتخش على الوزير بتاعي. صحيح، باب المسؤولين عندنا مفتوح امام المستثمر، صحيح، سواء كان مصري او اجنبي. صحيح، هذا غير متوفر في عدد من الدول. بشوف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قاعد مع كل الشركات الخاصه اذا كانت اجنبيه ولا مصريه عشان يشجعها. طيب حضرتك، ويحللها مشاكلها. نمره ثلاثه، لماذا لم ياتي الاستثمار الاجنبي طالما احنا قوانيننا حلوه؟ لان حضرتك انا مصر ربنا حباها من كل شيء شيء، من كل شيء شيء. عندنا مية، وعندنا سكان، وعندنا موقع عبقري، وعندنا مواني، واخد بالك، وعندنا غاز، وعندنا بترول، لكن ما عنديش وفرة في أي من كل العناصر دي إلا الوفرة في العنصر البشري، واخد بال حضرتك؟ هذه واحدة. نمرة اتنين، الموقع العبقري لمصر بيجيب لك مزايا ويجيب لك مشاكل. صحيح، تاريخيا عارفين كده، واخد بال حضرتك؟ كلنا شايفين. نمرة تلاتة، مصر هي عمود الخيمة للمنطقة العربية وعمود الخيمة لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي حضرتك القوى الدولية والإقليمية مش عايزاك ان انت تبقى لك دور مؤثر، وبالتالي الحاجة فشلوا يضغطوا عليك بالإرهاب، فشلوا بيضغطوا عليك عسكريا، مفيش الا الجانب الاقتصادي، وانت دولة بتستورد اكثر مما تصدر، وعندك حضرتك الـ 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 الامن الغذائي ما هوش مكتمل، وعندك حضرتك منذ السبعينات حتى 2014 والاقتصاد المصري بنقول عليه اقتصاد خدمي ريعي، يعني بيعتمد في المتحصلات الأجنبية عما يأتي من الخارج، سواء تحويلات العاملين المصريين أو قناة السويس أو منح أو الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالتالي انت رقبتك مع الخارج. بدأنا نعمل إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأنا نركز على الصناعة والتجارة، بدأنا نركز على الصناعات القائدة، بدأنا حتى يا فندم ان احنا نركز على تطوير النقل النهري، النقل النهري بدأنا نركز عليه. انت عارف الهدف بتاعنا ايه دلوقتي؟ 10% من النقل في مصر كلها يبقى عن طريق النقل النهري، لأنه نقل منخفض التكاليف، وبالتالي احنا بدأنا نطور الهويس، بدأنا نعمق عمق النيل عشان يقدر يستوعب السفن اللي هي بتحمل بضائع. أيضا هناك ربط دمياط بالذات، وفي فرع دمياط رايح عندها، فبالتالي دمياط عندها ميناء بحري وعندها محور وعندها نقل نهري، نعم، واخد بال حضرتك، وعندها خط سكه حديد بالزبط. وعندها ناس، واهل دمياط ناس تجار واذكياء بطبيعتهم، فاكتملت الامور كلها في محافظه دمياط. نتمنى ان باقي المحافظات تكون على نفس القدر، وان شاء الله يعني دائما وابدا يعني نكون متفائلين، والتحديات على قدر كرامه الشعوب، احنا نحن شعب كريم ذو كرامه وذو حضاره، هنتحمل الكثير في مقابل تطوير بلدنا وان نعود مره اخرى الى مكانتنا الطبيعيه. سياده الوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للامم المتحده، شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا يا فندم ونورت عقولنا ايضا، شكرا لحضرتك. الف شكر ليك يا شكرا يا فندم. شكرا. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، وبكره نفتح صفحات جديده في مستقبل بلدنا مصر. اسبوع على خير.